بعد استماعنا يا ثاني لهذا الفيديو توصلنا بتعريف واضح للاهتزاز. تعريف الاهتزاز، ما أول ما أبدأ بتعريف الاهتزاز، أن الاهتزاز هو عبارة عن ذهاب وإياب في حركة الجسم. مثلا المسطرة ذهبت ورجعت سريعا فأصدرت صوت. الاهتزاز هو حركة الجسم ذهاب وإياب، ذهاب وإياب باستمرار. بمجرد ذهاب وإياب يصدر صوت. أنا صوتي يصدر عن طريق، يوجد في تكوين الجسم حبال صوتية. عندما تهتز هذه الحبال الصوتية يصدر صوت، يصدر صوت. صوتنا يصدر عن طريق اهتزاز الحبال الصوتية الموجودة في تكوين الجسم. أي اهتزاز يصدر صوت، أي اهتزاز يصدر صوت. من يعطيني أمثلة على مواد تهتز وتصدر صوت؟ أحسنتم، عندما أحرك الطاولة فإنها تهتز فتصدر صوت، وأعرف أن هذا الصوت صوت جسم يتحرك، مثل ما رأينا في الشوكة الرنانة، عندما طرقناها في الطاولة فإنها اهتزت وأصدرت صوت سمعته الأذن. هذا الصوت انتقل عن طريق الهواء ووصل إلى الأذن. صوتي أنا كما قلت ينتقل عن طريق اهتزاز للحبال الصوتية. هذا هو درسنا لهذا اليوم، وهو كيف ينشأ الصوت. هذه الطالبة تقوم بعملية اهتزاز لمسطرة، قامت بتحريكها فأصدرت صوت. هذا عملت الطالبة على اهتزاز للمسطرة، عملت على اهتزاز للمسطرة فوصل فذهبت فتواصلت المسطرة في حركة ذهاب وإياب وأصدرت اهتزاز. هذا الاهتزاز وصل إلى أذني عن طريق الهواء، وصلت إلى أذني عن طريق الهواء. اهتزاز المسطرة أدى إلى إصدار صوت. كيف ينشأ الصوت؟ راح نجاوب عن طريق الاهتزاز بكل سهولة. كيف ينشأ الصوت؟ أجبنا عن طريق الاهتزاز. اهتزاز المسطرة أصدر صوت، اهتزاز الشوكة الرنانة أصدر صوت، اهتزاز الطاولة أصدر صوت، وهكذا. هذه الطالبة التي رأيناها في الفيديو تسمع الصوت عن طريق اهتزاز الشوكة الرنانة. هذه الشوكة الرنانة تهتز ونستطيع إيقافها عن طريق الإمساك بها وإيقاف الاهتزاز. عندما نمسك في الشوكة ونوقف الاهتزاز سيختفي الصوت، لأن الاهتزاز هو الذي يصدر صوت. لنتعلم معا، الاهتزاز هو حركة الجسم ذهاب وإياب باستمرار. حركة الجسم ذهاب وإياب باستمرار، هذا ما يسمى الاهتزاز. ويصدر أي صوت عن طريق اهتزاز الجسم، أي صوت يصدر عن طريق اهتزاز الجسم. كيف وصلت، كما قلنا، كيف وصلت الصوت إلى أذننا وسمعناه؟ ينتقل الصوت عبر الهواء ويصل إلى الأذن. لننظر يا ثاني في أي الحالتين يصدر العود صوت ولماذا. عندنا هاي الصورة، شخص يعمل على بهز الحبال الصوت، الحبال الموجودة على العود، وهنا شخص عود لا يوجد من يهز هذه العيدان. في أي صورة سوف يصدر صوت؟ في الصورة الأولى بسبب اهتزاز أوتار العود. هذه الأوتار يوجد من يحركها فتصدر صوت. هذا العود لا يوجد من يحركها فلا تصدر صوت. أحسنتم. إذن الإجابة في هذا السؤال سوف تكون في أي الحالتين يصدر العود صوتا، ستكون في هذا، لأن في الصورة الأولى بسبب اهتزاز الحبال الصوتية، هاي الحبال الصوتية تهتز فتصدر صوت. لنفكر معا، كيف ينشأ الصوت عند الإنسان عندما يتكلم؟ كيف ينشأ الصوت عند الإنسان عندما يتكلم؟ تحدثت عنها وقلت أنه عند اهتزاز الأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية يصدر الصوت، يصدر الصوت. هذا هو درسنا لهذا اليوم يا ثاني، وهو كيف ينشأ الصوت. وشكرا لكم.